بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، يسر أمورنا. اللهم بلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا وسائر المسلمين لما تحب وترضى يا رب العالمين، وافتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا، ويسر لنا حفظ القرآن وتلاوته والعمل به وتبليغه وفهمه آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. أما بعد، نكمل التيمم وهو من مقاصد الطهارة من كتاب حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح الشيخ ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع في فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم وعلومكم في الدارين، آمين. يقول: وشرائط التيمم خمسة أشياء، وفي بعض نسخ المتن خمس خصال، أحدها وجود العذر بسفر أو مرض، وشرحناه في الجلسة الماضية. شرائط التيمم خمسة أشياء: أولها وجود العذر بسفر أو مرض، وهذا العذر قد يكون بسبب فقد الماء، ويكون فقد الماء إما حسي يعني لا تجده، أو موجود ولكن استعماله يضر الإنسان بسبب مرضه فكأنه يفقده أيضا. وكذلك الشرط الثاني دخول وقت الصلاة، فلا يشرع في التيمم إلا بعد دخول وقت الصلاة، لأنها طهارة عذر أو طهارة اضطرار، والضرورة تقدر بقدرها، ولا اضطرار لهذه الطهارة إلا بعد دخول الوقت، فلا يتيمم قبل دخول الوقت، بخلاف الوضوء لأنه طهارة أصلية فيها رفع حدث، فله أن يتوضأ قبل دخول الوقت، بل الوضوء قبل دخول الوقت أفضل من الدخول من الوضوء بعد دخول الوقت، وإن كان الوضوء قبل دخول الوقت سنة، والوضوء بعد دخول الوقت فرض، وهي من السور التي تسبق السنة الفرض في الثواب. ولكن في التيمم لا يصح التيمم إلا بعد دخول الوقت، فيشترط أن ينتظر ويتأكد من دخول الوقت. ثم بعد ذلك الشرط الثالث طلب الماء، طلب الماء بعد دخول الوقت ليتحقق فقده. وإحنا وقفنا عند طلب الماء بعد دخول الوقت بنفسه أو بمن أذن له في طلبه، فيطلب الماء من رحله ورفقته، فإن كان منفردا نظر حواليه من الجهات الأربع، يعني أمامه وخلفه ويمينه ويساره، إن كان بمستوى من الأرض يعني في مكان ما فيش حاجة تحول الرؤية، فإن كان فيها ارتفاع وانخفاض تردد قدر نظره، يتردد بقدر الطاقة ويمشي كده عشان إيه يزول الحائل عن الرؤية فيطمئن أنه لا ماء في المنطقة. والرابع تعذر استعماله، والخامس التراب الطاهر. نقرأ الشرط الثالث بالتفصيل من حاشية الإمام البيجوري. يقول: والثالث، أي من الأشياء الخمسة اللي هي شروط التيمم أو شرائط التيمم، طلب الماء بفتح اللام على المشهور، طلب مش طلب، وإن كان يجوز إسكانها ويجوز إسكانها. ومحل اشتراط طلب الماء إن لم يتيقن فقده،
يعني متى يشترط علي أن أطلب الماء؟ إن كنت غير متيقن عدم وجوده، يعني في احتمال أن يكون موجود واحتمال مش موجود، يبقى هنا يجب أن أنا أطلب الماء، ولا يجب أن أنا أطلب الماء إلا بعد دخول الوقت، بعد دخول الوقت كمان. ومحل اشتراط طلب الماء إن لم يتيقن فقده في محله طلب، في محل طلبه، وإلا لو هو متيقن إن مفيش مية فلا فائدة لطلب الماء، خلاص يبقى يسقط هذا الشرط، ممكن يشرع في التيمم بمجرد دخول الوقت دون أن يطلب الماء، وإلا فلا فائدة للطلب حينئذ، فيتيمم في هذه الحالة بلا طلب. قوله بعد دخول الوقت يعني طلب الماء يكون بعد دخول الوقت في محل لم يتيقن فقد الماء فيه. دي المسألة كده بوضوح، يطلب الماء بعد دخول الوقت بنفسه أو بأنه يأذن لإنسان يوكله في طلب الماء بالنيابة عنه. بعد دخول الوقت ظرف للطلب، فلو طلبه قبل دخول الوقت لم يكفي، يعني افرض طلب الماء قبل أذان الظهر الساعة 10 صباحا في هذا المكان فلم يجده، ثم بعد ذلك مكث في المكان حتى أذن الظهر، يجب عليه إعادة الطلب مرة أخرى، لأنه ربما يتغير الحال، ربما تأتي قافلة معها ماء، ربما تأتي سيارة معها ماء، ربما يظهر أحد الناس اللي هم يقطنون في هذا المكان ولم يكن موجودا الساعة 10 فيدل على ماء قريب وهو لا يدركه، فيبقى يجب عليه أن يتيقن من فقد الماء بعد دخول الوقت، والتيقن لا يتم إلا بطلب الماء بعد دخول الوقت. لكن لو كان هو أصلا من المنطقة دي وعارفها وعايش فيها وعارف أن الماء متيقن عدم وجوده، لا يبقى لا يجب عليه أن يأتي، مجرد دخل الوقت يتيمم. فلو طلبه قبل دخول الوقت لم يكفي بنفسه متعلق بالطلب، وقوله أو بمن أذن له، فيبقى يجوز الوكالة أنه يوكل إنسان يبحث له عن الماء، أو بمن أذن له أي إن كان ثقة، ولو واحدا عن جمع، ولو كان واحد يطلب الماء لمجموعة كبيرة يكفي، مش شرط كل المجموعة تقوم تدخل، ولو واحدا عن جمع، فلو بعث النازلون واحدا ثقة يطلب لهم كفى، ولا فرق بين إذنه له في الوقت أو قبله ليطلبه فيه. يعني لا يشترط إن الإذن نفسه يكون قبل دخول الوقت أو بعده، ما يشترطش، لكن لازم أما يؤذن له يقول له أطلب الماء بعد دخول الوقت، يفهمه، لأنه ربما يطلب الماء قبل دخول الوقت، ويبقى هنا لم يتحقق شرط فقد الماء، لأنه طلبه قبل دخول الوقت، فيبقى يأذن له إما مطلقا ويعلم أنه ثقة فلا يطلب الماء إلا بعد دخول الوقت لأنه عنده علم بهذا، أو أن ينبهه لهذا فيقول أطلب الماء لنا إذا دخل وقت الظهر أو إذا دخل وقت العصر أو إذا دخل وقت الصلاة مطلقا. ولا فرق بين إذنه له في الوقت أو قبله ليطلبه فيه، ليطلبه يعني في الوقت، أو يطلق يعني يقول له اطلب لنا الماء دون أن يحدد له متى يطلبه على أساس أن التاني ثقة، بخلاف ما لو أذن له قبله ليطلب قبله. لكن لو قال له اطلب لنا الماء الآن وابحث لنا عن الماء الآن قبل دخول الوقت، فجاء وقال لم أجد الماء فانتظر حتى دخل الوقت فتيمم، يبقى تيممه باطل، لكنه لا يجب عليه إما أن يطلق معتمدا على ان الذي يبحث عن الماء يعلم انه لا يبحث عنه الا بعد دخول الوقت، او ان يحدد له اطلب لنا الماء اذا دخل وقت الصلاة من رحله. هيطلبه منين؟ يبحث عنه فين؟ من رحله، يعني يشوف ممكن يكون كان شايل معاه مية فيبحث عنه في رحله في متاعه، يعني وهو مسكن الشخص من حجر او مدر او شعر او نحوه،
يعني سواء كان خيمة أو سواء كان استراحة في طريق السفر مبنية، أي حاجة من دي، لوكاندا، أي حاجات من دي، يطلب الماء في المنطقة دي. ويطلق أيضا على ما يستصحبه معه من الأثاث الرحل، يعني زي الشنط والحاجات دي. وقوله ورفقته بتثليث الراء، يعني ممكن رفقة ورفقة ورفقة، دي معنى تثليث الراء، يعني يجوز في الراء الضم والكسر والفتح. المضر يعني حاجة من طين. بتثليث الراء، والمراد رفقته المنسوبون إليه في الحط والترحال. يبقى ما يطلبوا من رفقته، يطلبوا الأول من مكان إقامته في السفر ده، أو من الأساس الذي معه كشنط شنطه أو غير ذلك متاعه، أو يطلبه من المجموعة الفوج اللي مسافر معاه. رفقته يبقى الفوج اللي مسافر معاه للمجموعة كلها، وسموا رفقة علشان بيرتفقوا بعضهم ببعض، ده يتسند على ده وده يشيل ده وده يساعد ده، فيحصل ارتفاق فيما بينهم فسميوا رفاق لهذا. المنسوبون إليه في الحط والترحال سموا بذلك لارتفاق بعضهم من بعض ويستوعبهم، يعني حاول يستوعبهم، يعني نطلب من الفوق كله اللي مسافر معاه، مسافر مع 20 أتوبيس يطلب من 20 أتوبيس، مسافر مع باخرة ونزلوا في حتة صحراء والباخرة فيها 300، كل دول رفقته، يقف يقول يا قاوم حد معه مية، صوت عالي كده بحيث يستوعب الناس، يعني مش شرط يروح لل 300 واحد واحد يقول له في ودنه هيخلص العيش ان شاء الله، يعني يقف كده ينادي مين معاه ميه ولو بالثمن، طالما عنده مال ويشتريها بثمن المثل، ما يشتريهاش بثمن غالي يعني. ويستوعبهم ولو بان ينادي فيهم من معه ما يجود به او بثمنه وهو قادر عليه، يعني من معاه ميه يدهوني كده لوجه الله يجود به، او يدهوني بالثمن اشتريه، ادي المعنى. وهو قادر على الثمن على الدفع، انما افرض ما عندوش اموال، يبقى يقول من معه ماء يجود به، يقول لك ما فيش الا بالفلوس، يروح يتيم، ما هو معهوش فلوس. ولا يقتصر على قوله يجود به، لان السامع قد يكون بخيلا فلا يسمح الا بثمنه، ولا بد ان يكون بثمن مثله زمانا ومكانا. معروف ان الازازه دي المياه المعدنية 8 جنيه مثلا، فيقول له انا معايا مية بس الازازة ب10 جنيه، الله يفتح الله كأنه مش موجود، مع ان انت ما تفرقش معاك، انت معاك العشرة جنيه زي الجنيه، راجل ربنا موسع عليك، لا ما تشتريش، لان هتعلمه الجشع، يعني انت كده هتعلمه الجشع على بقية الناس، وتعلمه الطمع على بقية الناس، تبوظ اخلاق، فتقول له لا يفتح الله، تروح انت متيمم. يبقى ثمن مثله زمانا ومكانا، تبقى عارف ان الازازة المية المعدنية في المكان ده لنضرة الماء 8 جنيه، لكن لما بتبقى الماء متوفر بيبقى 8 جنيه، فالمكان ده ب3 خلاص، يجي يقول لك لا ب10 ب20، ما ينفع، فهمت ازاي؟ فلازم ايه، تبقى الحكا بثمن مثله زمانا ومكانا. فان كان منفردا، طب افرض كان منفرد معهوش ناس، هذا مقابل لقوله ورفقته، لكن الانفراد ليس بقيد، لأن النظر الآتي عام في المنفرد وغيره، وعبارة غيره ثم إن لم يجد الماء في ذلك نظر، هينظر حواليه بقى، طالما منفرد يبقى هينظر حواليه ويشوف أيمين وشمال وقدامه وخلف، إن كان بمكان مستوي من الأرض، ثم إن لم يجد الماء في ذلك نظر. لكن الترتيب المستفاد من ثم التي في تلك العبارة ليس بقيد، فلو نظر حوالي ثم طلبه من رحلي ورفقتي صح، يعني ما اشترطش يرتب ان لازم يطلب من رفقتي الاول وبعدين ينظر حواليه ثانيا وبعدين يجيبه من رحله اولا، ما اشترطش ترتيب، يعني لو نادى على الناس ودور في رفقتي وبص حواليه كله في وقت واحد مع بعضه، او هو مثلا بعت ابنه قال له اسأل الناس وعلى ما فتش انا في الحاجه اللي عندنا، وفي نفس الوقت بعت ابنه الثاني قال له بص حواليك، فكله تم في وقت واحد، كله قال ما فيش، يتيمم خلاص، بس بشرط يبقى بعد دخول الوقت.
نظر حواليه أي من غير تردد كما يؤخذ مما بعده، وحواليه مفرد بصورة المثنى، يقال حواليه وحوله وحواله وحوله بمعنى واحد، يعني يقول حواليه حواله أو حوله كلها معنى واحد، بمعنى يعني متساويا في معنى. وهو جانب الشيء المحيط به، وبعضهم جعله جمع حول على غير قياس، والقياس أحوال كبيت وأبيات. وقوله من الجهات الأربع أي يمينا وشمالا وأماما وخلفا، ويخص بقى موضع الخضرة طبعا بمزيد اهتمام، في موضع خضرة موضع طيور جاية بعيد يبقى يهتم بالمكان اللي فيه أمارات ان يبقى فيه ماء اكتر من المكان اللي ما فيهوش أمارات ان فيه ماء. ويخص موضع الخضرة والطير بمزيد احتياط، ان كان بمستو من الارض تقييد لقول نظر حواليه. طبعا انا هنظر حوالي هلاقي مثلا حوالي جبال، طب انا مش شايف، يبقى في الحالة دي يعني يرتفع حاجة بسيطة كده. ستنا هاجر ام سيدنا اسماعيل لما طلبت الماء بقت تسعى بين الصفا والمروة، ولما توصل عند الصفا تطلع عشان تشوف لانه مرتفع، فقيها تربية سيدنا ابراهيم، فهمت ازاي؟ مش اللي رباها سيدنا ابراهيم وتزوجها، فهمها الفقه والعلم، لان عشرة الانبياء بتدي علم كبير من غير تعليم، بمجرد انك انت تعاشر النبي وتنظر اليه ربنا يملأ قلبك علم وحكمة. فعملت كده تسعى من هنا وتسعى من هنا وتجري من هنا تطلع هنا، تجتهد عشان تتحقق من فقد الماء. وقت مما أمرتكم ما استطعتم، مش الحديث بيقول كده؟ وقت مما أمرتكم ما استطعتم بقدر الطاقة، ومع إن الآية كلها بتقول فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. الفقهاء شوف خدوا من فإن لم تجدوا ماء دي الشروط دي كلها، فرب مبلغ أوعى من سامع. أنت تسمع فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، ما تفهمش منها إن بعد دخول الوقت وإنه لازم يتردد ويبص حواليه وإن كان في مستوى وتسأل الرفاق، ما تفهمش ده. الفقيه يفهم من الكلمة دي العبارة دي بس، يفهم منها كل الشروط دي. وعلشان كده لابد أن تأخذ العلم على الفقيه، وعلشان كده لو ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي العلم منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يبقى ربك ردك إلى الذين يستنبطونه، ما ردكش المخك تقول هم رجال ونحن رجال واحنا ناقصين رجل، يعني شغل كده بقى بالدراع ما ينفعش. كل حاجة ليها ناسها وليها أهلها، وده العلم ده نور، ونور الله لا يؤتي لمتكبر ولا لعاصي ولا لمغرور، لكن يؤتى لمتواضع لمحترم العلماء لمحب للنبي صلى الله عليه وسلم لمحب لربه، هو ربنا اللي يديله ده. وكلما تواضع الإنسان ربنا رفعه ونور بصيرته. نظر حواليه ولا بد ألا يكون ثم مانع. ثم ده ظرف زمان يعني ظرف مكان، ثم يعني هناك بمعنى هناك، غير ثم اللي هي حرف عطف. ولا بد أن يكون ثم مانع، والآية بتقول وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا في سورة الإنسان، يعني هناك في الجنة يعني ربنا يجمعنا فيه. ثم ولا بد ألا يكون ثم مانع من النظر كأشجار أو نحوها، فإن كان فيها ارتفاع وانخفاض، إذا كانت الأرض مرتفعة ومنخفضة، مقابل لقوله إن كان بمستوى من الأرض تردد قدر نظره، على قد ما يقدر يبص كده يتردد، يرتفع على أكمة كده بسيطة ويبص، وينزل ويرتفع على أكمة الثانية ويبص الناحية كفاية، لكن مش شرط يطلع يتسلق جبل المقطم يعني، لأن كده إرهاق شديد والشرع ما يطلبش الإرهاق الشديد، بقدر إيه نظره كده تردد قدر نظره أي المعتدل، وهو قدر غلوة سهم أي غاية رميه، بقدر رمية سهم. شوف أنت ما واحد يرمي سهم كده بإيده كده يوم يجري حوالي 200 متر، ده يعني في حد أقصى، ده لما يبقى يعني عطويل وقوس السهم مش مشدود وتمام ما يزيدش عن 200 متر، يبقى الحكاية كلها 100 متر كده 150 متر كده 200 متر كده، يعني الحكاية كلها يتم الطلب كله يتم في حوالي 10 دقايق، يتيقن ما فيش مية يتيمم بقى وخلاص ويصد.
لكن مش يجري ويلهد ويجري وبعدين في الاخر يرمي يترمي على الارض عطشان يلهث وهو مش لاقي ميه ويقوم يعطش، يبقى عطش ومش لاقي ميه ويموت بقى، ولا هيتيمم ولا حاجه هيموت. فيبقى الحكايه عايزه فقه. والجو شديد الحراره يبقى ما ترهقش نفسك في الطلب الشديد في جو شديد الحراره برضه، لان ده عنت وربنا لا يريد العنت بعباده. لكن اما يبقى الجو طراوه وحلو كده وانت رجلك مساعداك ومفاصلك تمام ماشيه معاك كويس وتقدر بسرعه كده تقدر تستوعب المكان، يبقى بقدر طاقتك، يبقى كل واحد بقدر طاقته وعلى حسب حراره الجو كمان. كل الحاجات دي لازم يراعيها الانسان، لان ربنا غفور رحيم، رحمته واسعه. لا يريد الله، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. تردد قدر نظره اي المعتدل، وهو قدر غلوه سهم اي غايه رميه، وهذا هو حد الغوث. يسموه حد الغوث اللي هو لما تقول ايه الحقوني يسمعوك يغيثوك، يعني يسموه حد الغوث. فلو قلت الحقوني ولا صوتت ولا صرخت الناس تسمع على طول، اه في واحد بيصرخ من الجهه دي، ده اسمه حد الغوث، يقوم يجروا عليك يغيثوك. شفت مثلا فار وانت خوف من الفيران؟ ما هو الجيل بتاعنا ده جيل خيبان خالص، يخاف من الفار. سيدنا حمزه عم النبي كان ايه، كان لما يشوف الاسد في الصحراء يرمي سلاحه ويهاجمه بايده، عشان كده سموه اسد الله. كانوا كده كبار، كانوا يعني شجعان، كان يحب غاوي يصطاد الاسد لوحده، غاوي ويجي يروح حاطه على كتفه وداخل بيه راكب الفرس وداخل مكه، حاطط الاسد على كتفه وجاي، يقوم يسموه اسد، فسموه اسد. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما اسلم سماه اسد الله، وكان لوحده في الجيش جيش، سيدنا حمزه لوحده في الجيش كده جيش، وعشان كده ما حدش تمكن يقتله الا من ظهره، لكن كان يخش كده كان بلدوزر داخل، محدش يقدر يوضه خلاص بلدوزر. وهو حتى من غير حاجه الناس خايفه منه، لان مشهور عنه انه ده بيصارع الاسد، فاول ما عرفوا حمزه جاي يجروا، ما فيش حد هيواجهه بقى، فما تمكنش منه الا سيدنا وحش. بنقول عليه سيدنا وحش اهو، مع انه كان ساعتها كافر، لكن ربنا اراد له ان يبقى من الصحابه واكرمه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم سامحه وقال له بعد ما اسلم بس بقى يعني اما تقعد ما تقعدش قدامي كده، يعني الدارش عشان ما يتذكرش مقتل سيدنا حمزه اخوه من الرضاع وعمه، كان يحبه صلى الله عليه وسلم محبه شديده. ربنا يجمعنا بهم على خير. يبقى اسمه حد الغوث اللي هو تقول الحقوني يسمعوك. لكونه إذا استغاث برفقته لأمر نزل به أغاثوه مع تشغلهم بأشغالهم. فالمراد من العبارات الثلاث واحد، ومقتضى ذلك أنه يجب عليه التردد في جميع الجهات قدر نظره المذكور. قدر نظره بقى، النظر المعتاد هو ما بيشوفش إلا خطوتين، يبقى يخلي واحد بيشوف بقى، هو بيشوف لحد السيدة عائشة وهو قاعد في المقطم، نظره غير معتاد، يبقى مش مطلوب ان هو بقدر نظره الغير معتاد، لا بقدر النظر المعتاد، الانسان اللي عادي في النظر، لا هو اللي نظره خارق ولا هو نظره ضعيف ضعف شديد. وخالف ذلك في المجموع، وقال ان كلامهم يخالفه لقولهم كإن كان وان كان بقربه جبل صعده ونظر حواليه. يعني الإمام النووي خالف ذلك الكلام في المجموع وقال إن كلامهم يخالفه لقولهم، عشان قالوا وإن كان بقربه جبل صعده ونظر حواليه. قال الشافعي في البويتي وليس عليه أن يدور لطلب الماء، ما يعلهوش أنه يدور لطلب الماء، لأن ذلك أضر عليه من إتيانه الماء في الموضع البعيد، لانه ممكن لو هيدور لطلب الماء في جميع الجهات يمشي مسافات طويله، 200 متر الجهه دي و200 متر الجهه دي و200 متر، يلاقي نفسه ماشي 2 كيلو، فده هيضره ضرر بالغ، ومش المطلوب كده، مطلوب يبسط وما يمشيش في الجهه الا لما نظره يرجح له ان الجهه دي فيها ميه، لكن ما يمشيش كده الى غير جهه، لا يبقى يبص كده حواليه، والجهه اللي هو يلاقي فيه خضره، يلاقي فيه طائر جاي، يلاقي فيه خيال جمال جايين هناك، يبقى هناك قافله، يلاقي اي حاجه علامه من العلامات
يبقى ايه يمشي في الجهة دي بس، لكن مش مطلوب ان يتردد في جميع الجهات. البويطي ده اللي كتب فقه الامام الشافعي المذهب الجديد، سجله يعني، سجل كلام الامام الشافعي. ايوه، والا هيفضل متردد رايح جاي رايح جاي، هيتعب هيتعب تعب شديد ويرهق في صحراء، هتبقى عملية صعبة. المدينة اللي في المكان اللي هو بيحتمل فيه فقد الماء، يحتمل فيه وجود الماء وفقده، انما المكان المتيقن فيه عدم وجود الماء لا يشترط ان يطلب، والمكان المتيقن فيه وجود الماء يبقى مش هتيم، هيروح يجيب. فاذا كان في المدينه متيقن الميه عند جيرانه في الجامع اللي في الشارع الثاني علشان قاطعين الميه عن الشارع ده، لكن الشارع اللي جنبنا ده فيه، خلاص بقى اتيمم يعني، والميه في الشارع اللي جنبي يرضيك ده؟ ما يرضيش ربنا حد. تقوم تنزل على طول تروح الجامع اللي في الشارع الثاني، او في التعدي البر الثاني بتاع ده، لان دي دلوقتي اصل نظام المدينه بقى ايه، زي ما تقول اماكن معينه كده تلاقي يتقطع هنا وما يتقطعش هنا، ويبقى موجود هنا ومش موجود هنا، او تنزل عند البقال تجيب لك ميه معدنيه وتمشي حالك. يعني المدينه غير اللي في سفر. يعني الامام النووي بيقول ان كلامهم في الكتب القديمه، لان الامام النووي بيكتب كلام ابو، بيشرح كلام ابو اسحاق الشيرازي في المهذب. ابو اسحاق الشيرازي كان متاخر عن الامام الشافعي بكتير، فالامام النووي بيقول كلامهم يخالف الكلام اللي بيقولوا ان يتردد ويروح هنا ويروح هنا ويجري هنا ويعمل هنا، كلامهم بيخالف هذا، ما يجريش ولا يروح، ده يبص بس. ادي معنى كلام الامام النووي، بيقول وان كان كلامهم القديم يعني يخالف القول بالتردد ده انه يروح وجاي، خدت بالك؟ وقال إن كلامهم يخالفه لقولهم وإن كان بقربه جبل صعده ونظر حواليه. قال الشافعي في البويط وليس عليه أن يدور لطلب الماء، لأن ذلك أضر عليه من إتيانه الماء في الموضع البعيد، وليس ذلك واجبا عليه عند أحد، يعني مش واجب عليه عند أحد أن يجري يدور يلف كده. ويشترط أمنه، يشترط بقى في الأماكن اللي هيتردد في طلب الماء فيها، في المكان اللي هو يكون محتمل وجود الماء فيه، مش متأكد وجود المية فيها. في فرق بين مكان أنا متأكد إن المية فيه، يبقى في الحالة دي ليها شروط تانية، لكن احنا بنتكلم هنا لو كان محتمل المية موجودة، لو كان المية محتملة موجودة فيها يشترط في تردده أمنه على نفس وعضو ومنفعة ومال. وإن قل، يبقى يشترط لما يجي يتردد هنا ما يترددش يبقى هنا معسكر يهود وعاملين ألغام، طب أنا مش هأمن على نفسي، ممكن ينفجر فيا لغم، خدت بالك؟ يبقى مفيش داعي. أو مثلا كاتبين يافطة، كاتبين هنا ممنوع استعمال الابار، هذه الابار مسممه منذ الحرب العالميه الثانيه، خلاص بقى ما يخشش بقى يدور، لانه حتى لو لقاها ميه مسممه، خدت بالك؟ وعلشان كده لازم يروح محو الاميه عشان يعرف يقرا الحاجات دي. يبقى ويشترط امنه على نفس وعضو ومنفعه ومال. وعلى عضو برضه، يعني مثلا هيجري في الحتت دي مدحضره يتزحلق رجله تتجزع، فيجي له عضو من اعضائه يتكسر او يتجزع، يبقى لا يامن على عضو من اعضائه. او لا يامن انه لو جري كده وساب ماله، الحته دي مليانه حراميه هيسرقوا ماله، يبقى يخاف على امتعته، خدت بالك؟ يبقى ويشترط امنه على نفس وعضو ومنفعه ومال. وان قل منفعة، زي ما تقول مثلا ايه، حوط حتة في ظل فبينتفع بيها وحطها كده هيستريح فيها، فلو راح يطلب المية الحتة دي حد غيره هياخدها هينتفع بيها غيره، خدت بالك؟ يبقى في الحالة دي يقعد. ليه؟ لأنه مش متأكد وجود المية،
لكن لو متأكد من وجود المية ممكن يروح بقى ويبقى ياخد له مكان تاني. ومال وإن قل، وبرضو يتأكد انه ما يتفقدش مال وإن قل. واختصاص، واختصاص برضو مكان حجزه او حاجة مختص بيها في المكان ده، فلو مشي يطلب المية دي اختصاص، حجز مكان في الاستراحة، حجز مكان في الاوتوبيس، فلو سابه هو بيحب يقعد جنب الشباك علشان يتفرج على الطريق، فلو سابه ينزل يطلب المية هيجي يلاقي واحد قاعد جنب الشباك او ورا السواق، هيسيبوا له المكان اللي ورا خالص، وهو لما بيقعد ورا خالص بيتضايق خلاص يغري غيره يطلبه عشان ما يضيعوش الاختصاص بتاعه. حاجات بسيطة شوف، لكن الشرع يراعيها لانه مش عايز ينكد عليك، ربك مش عايز ينكد عليك في سفرية طويلة هتقعد مسافر فيها يومين ثلاثة، احيانا تبقى السفر ياخد اسابيع، هو الشرع الشريف عايزك تبقى كده مبسوط ومستريح، مش عايزك تبقى نكدي ولا تنكد على نفسك، سواء كان له او لغيره، سواء كان الاختصاص ده له او لغيره، حجزه لابنه، حجزه لامراته، حجزه لصاحبه. وان لم يلزمه الذب عنه، وان لم يلزمه حتى الاختصاص ده انه يدافع عنه لو فقد. وعلى خروج الوقت، وانه كمان يأمن خروج الوقت في المكان اللي هو يحتمل وجود الماء فيه، لكن لو في مكان متأكد وجود المية فيه يبقى يفضل يطلب المية لحد حتى لو خرج الوقت ما يهموش، لانه في مكان انا متأكد المية فيه، لكن في مكان انا متردد في وجود الماء فيه من عدمه يبقى افضل ابحث حتى ولو خرج الوقت لحد ما اتيقن من فقد الماء، فان لم اتيقن من فقد الماء الا بعد خروج الوقت لا يضر. ليه؟ لان انا كنت مشغول بتحصيل شروط الصلاة، وعندنا تحصيل شروط الصلاة مقدم على الاداء، على اداء الصلاة في وقته، فهمت؟ زي اللي يصحى مثلا على جنابة وقبل الشروق بخمس دقائق لو اغتسل يبقى هيصلي صلاة الصبح قضاء، ولو تيمم وما اغتسلش يصلي الصبح اداء. يعمل ايه؟ عندنا نقول له لا، روح اغتسل وصليها ان شاء الله بعد ساعة، لانك انت مشغول بتحصيل شروط الصلاة، فهمت ازاي؟ فده خلافا لمذهب الاحناف. الاحناف مثلا يقول له لا، اتيمم وصلي تدرك، وبعدين بعد كده اغتسل وعدها، ده الاحناف يقولوا له كده، لكن احنا لا، نقول له لا، طالما انت مشغول بتحصيل شروط صحة الصلاة فهي اولى من ادراك الوقت اداء، واضح؟ لكن هنا يشترط انه يصلي الوقت اداء ولا يخرجه من وقته عند طلب الماء في المكان الذي يتردد، يتردد ايه؟ من وجود الماء فيه من عدمه. ولكن لو كان في مكان متأكد وجود الماء فيه فلا يضره حتى لو فات وقت الصلاة ولا خرج منه. فهمت بقى المسألة؟ حتتين مهمة الحتة دي. طيب، وعلى، طب نكمل هنا، وعلى خروج وقت الصلاة، على خروج الوقت سواء كان يسقط الفرض بالتيمم او لا، لان احنا قايلين ان في اماكن الانسان لو صلى فيها صلاة بتيمم يسقط الفرض عنه وليس عليه اعادة، وفي اماكن لا يسقط عنه الفرض عليه الاعادة ولكن بيصلي بتيمم ليدرك الاداء بس ولكن عليه الاعادة. وهذا كله عند التردد في وجود الماء، كل الكلام ده لو كان متردد في وجود الماء من عدمه في ذلك الحد. فان تيقن وجوده، لو كان بقى متيقن متأكد انه موجود، فإن تيقن وجوده اشترط الأمن أيضا على النفس والعضو والمنفعة والمال، إلا ما يجب بذله في ماء الطهارة إن كان يحصله بلا مقابل، وإلا اشترط الأمن عليه أيضا، وإلا ما للغير الذي لا يجب الذب عنه، ولا يشترط الأمن من الأمن على خروج الوقت ولا على الاختصاص. ده الفرق بقى، يعني هو زي التاني بالظبط اللي فات كله، لكن يختلف عنه في المكان اللي هو متأكد من وجود المية فيه انه ممكن يفضل يطلب الماء حتى ولو خرج الوقت. ولا يشترط الامن على خروج الوقت ولا على الاختصاص، فان تردد في الماء فوق ذلك. طب افرض بقى تردد
في وجود الماء فوق حد الغوص. فهمت ازاي؟ فوق حد الغوص، يعني انا في حدود حد الغوص خلاص، لكن فوق بعد حد الغوص اللي هو حوالي مثلا 200 متر 150 متر حواليك، بعد كده عندي تردد مش متأكد. ايه دي المسألة بقى؟ بيقول فإن تردد في الماء فوق ذلك الى نحو نصف فرسخ، يعني المسافة حوالي بتاع 2 كيلو ولا حاجة، متردد بقى، ويسمى حد القرب. يسموه برضو حد القرب، يعني لو مثلا انت عايز حاجة، طالب حاجة، ممكن تقول حاجبها واجيلكوا كمان شوية لرفاقك اللي هم قاعدين، يسموه حد القرب. ده بيبقى ابعد شوية من حد الغوص، حد القرب ابعد شوية من حد الغوص. فاذا قلنا حد الغوص 200 متر، يبقى حد القرب مثلا قول كيلو. لم يجب طلبه مطلقا، يبقى بعد حد الغوص انا متردد انه ربما يكون، لا يجب علي الطلب، خلاص اتيمم. واضح؟ فان تيقن بقى وجوده في حد القرب، انا متأكد ان بعد ال 200 متر دي موجود، الصورة الاولانية متردد، بعد ال 200 متر موجود ولا مش موجود، يبقى لا يجب طلبه بعد ال 200 متر. لا، بعد ال 200 متر في الصورة التانية دي انا متأكد ان المية موجودة، يبقى في الحالة دي وجب طلبه منه بشرط ان امن غير اختصاص ومال يجب بذله في ماء طهارته. لو امن على ماء ماله، واخد بالك ازاي، وغير اختصاص، يعني يستثنى الاختصاص، ان امن على غير الاختصاص اللي هي ايه، يعني نفس وعضو ومال اكتر من ثمن المية اللي هيجيبها يتوضى بيها، لو امن على هذا كله يبقى يروح يجيبه بقى. لكن هو متأكد ان الماء موجود على بعد اكتر من 200 متر، بس لو سابه هتضيع امواله كلها، ولان المكان ده مليان قطاع طرق، المكان ده السرقة فيه كثيرة، المكان ده فيه شروط كتير، يبقى في الحالة دي نقول له لا خلاص. لكن هو كل اللي معاه في ماله 3 جنيه وهو ثمن المية اللي هناك 3 جنيه وهناك هيجيبها من غير فلوس، فلو جري يجيب المية من حد القرب يرجع عليه 3 جنيه ضاعت، خلاص ما خسرش حاجة كأنه جابها بفلوس. واخد بالك؟ أيام ما كان الجنيه جبس يعني ما يقدرش يشيله معاه، لكن الوقت الجنيه ورق ممكن يحطه في جيبه ويجري يدور، لكن كان زمان في جنيه جبس وجنيه، بيقولوا عليه كده في النكت بس ما نعرف. أما تروح في المتحف بتاع تاريخ العملة في مكتبة الإسكندرية بيجيب لك تاريخ العملات، تلاقي حاجات كده اهو وحاجات كده اهو، حاجات برونزات وبتاع، كان الواحد مثلا عايز يروح السوق يشيل على الحمارة حاجات قد كده علشان يروح مثلا يبدل، لحد ما ابتدت الناس تتطور وقللوا العملة وبقت تتشال في حاجات صغيرة كده بحيث يقدر يشيلها وتبقى قيمتها كبيرة وحملها خفيف والمحافظة عليها. لكن البشرية مرت بمراحل كتيرة، كان احيانا مثلا عايز يروح يجيب خضار يجر وراه معزة، يدي المعزة اللي بتاع الخضار يفكها بشوالين مثلا بسلة وحزمتين مش عارف ايه وكم كيلو قوطة، واخد بقى لانه معوش فلوس، هي بالتبادل بتبقى مقايضة. بس انت لما بتقرا هنا تقول يعني هو المال اللي هيجيب بيه ممكن يضيع منه، طب ما يحطه في جيبه. يا اخي انت ده فقهاء بيكلموا كل عصر من ايام العصور الحجرية، ايام ما كان الجنيه جبس في العصر الحجري. طيب، واما خروج الوقت فقال النووي يشترط الامن عليه، وقال الرافعي لا يشترط، ده في ايه، في حد القرب، يعني متيقن من وجود الماء في حد القرب، اللي هو حد القرب اطول من حد الايه الغوص. هل يشترط بقى انه يوصل لحد القرب يجيب المية ويرجع ويأمن خروج الوقت ولا لا؟ فهمت ازاي؟ ادي المسألة. قال النووي يشترط الامن عليه على عدم ايه، على عدم خروج الوقت، وقال الرافعي لا يشترط، وجمع الرملي بينهما. الامام الرملي قال ده كلام الرافعي بيقول على حاجة والامام النووي بيقول على حاجة تانية، فقال بحمل كلام النووي على ما اذا كان في محل
يسقط فيه الفرض بالتيمم. يبقى في الحالة دي يشترط الأمن على إيه؟ على عدم خروج الوقت. لو كان الصلاة في المحل ده تسقط بالتيمم، يبقى كلام النووي يمشي فيها. وحمل كلام الرافعي على خلافه اللي هو لا يشترط دخول الوقت لو كانت الصلاة في هذا المحل لا تسقط بالتيمم، يعني عليه الإعادة. فأنا هعيدها يبقى أروح أجيب المية بقى واخلص عشان ما أعيدهاش، لأن أنا لو جبت المية واتوضيت يبقى هصليها ومش هعيدها، لكن أنا لو تيممت يبقى هتيمم وأصليها وأما يجي المية هعيدها. فهمت إزاي؟ ده كلام. فالإمام الرملي جمع بين قول الإمام الرافعي متى لا يشترط والإمام النووي متى يجب وعليه أن يشترط عدم خروج الوقت. فإن كان فوق ذلك، فوق حد القرب بقى، احنا قلنا مثلا حد الغوص 200 متر، حد القرب كيلو، طب أكتر من كده بقى ويسمى حد البعد، لم يجب طلبه مطلقا. خلاص بقى لم يجب طلبه مطلقا، واضح؟ ولو خاف من استعمال الماء البارد، دي بقى ايه؟ صورة تانية. أنا عندي المية هنا موجودة بس باردة، برد شديد في المكان اللي أنا مسافر فيه ده، لأن أنا مسافر في سيبيريا ولا في بعض أماكن في أذربيجان بيبقى عندهم تلج، ساعات تنزل تلاقي المية تلج، برد شديد، وأنت عارف بطبيعتك لو استعملت المية دي هتعيا عيا تمام، مفيش داعي تضر نفسك. ولو خاف من استعمال الماء البارد وعجز عن تسخينه في الحال، لكنه علم وجود حطب في مكان إذا ذهب إليه لا يرجع إلا بعد خروج الوقت، فالذي يظهر أنه يجب عليه قصد الحطب وإن خرج الوقت، كما استقر عليه كلام الإمام الرملي ونقله عنه ابن قاسم. يبقى الصورة دي إن أنا المية موجودة بس متلجة وما فيش حاجة سخنها فيها، لكن في حطب على بعد 200 متر اقدر اروح اجيب الحطب ده واولع واسخن الميه. يبقى في الحاله دي يجب علي ان انا اروح اجيب الحطب ولو خرج الوقت، ولو ايه؟ خرج الوقت. والرابع تعذر استعماله، الرابع الشرط الرابع تعذر استعماله اي الماء، بيقول في الهامش بان يخاف من استعمال الماء على ذهاب نفس او منفعه عضو، ويدخل في العذر ما لو كان بقربه ماء وخاف لو قصده على نفسه من سبع أو عدو أو على ماله من سارق أو غاصب. ويوجد في بعض نسخ المتن في هذا الشرط زيادة بعد تعذر استعماله، وهي وإعوازه بعد الطلب. يبقى تعذر استعمال المية، إما تعذر استعمال المية لسبب مرضي يعني لو استعمله هيعيا، أو لسبب حسي تاني إنه لو راح للمية المية واقف عندها سبع في حية بتقرص الناس، أو المية دي محتمل تبقى مسمومة، أو المية دي محتمل يبقى حواليها ألغام. ما هو كانوا الألمان بيعملوا ألغام في الصحراء عندنا في مصر، ولحد دلوقتي في الصحراء الغربية في مصر مليانة ألغام وبكثير ما بتنفجر في الناس، وتروح حتى في مرسى مطروح تلاقي ناس كتير تلاقيهم اللي مقطوع رجل واللي ماشي. ليه يا ابني؟ يقول لك أصل انفجر فيها ألغام. إلى يومنا هذا لم يطهروا الألغام الألمان في الأماكن دي كلها، والمفروض إن أي لغم يقطع ناخد تعويض منهم لحد ما يجوا يطهروا لنا أراضينا من هذه الألغام على حسابهم، لأن تكلفتها عالية جدا. لكن أقول للأسف طبعا تكلفة عالية، فنسأل الله السلامة. فلو هو عارف المنطقة دي منطقة فيها ألغام فيها خطورة لكن فيها مية مش مطلوب بقى يروح، خلاص هيضر نفسه، مش مطلوب انه يروح ينتحر. طب افرض هو طلب المية وراح جابها الحمد لله ورجع لقى نفسه ميت من العطش، يعني احتاجه بعد ما جابه يشربه خلاص وتيم، واخد بالك؟ اعوازه بعد الطلب، اعوازه بعد الطلب يعني بقى عايزه بعد طلبه. فهمت ازاي؟
نقرأ كلام الشيخ البيجوري بيقول: والرابع أي من الأشياء الخمسة قول تعذر استعماله أي شرعا أو حسا، كما أشار إليه الشارع بقوله أو أولا بأن يخاف من استعماله أو لا يخاف، بقوله أولا بأن يخاف من استعمال الماء إلى آخره، وثانيا بقوله اللي هو يعني الحسي، ويدخل في العذر ما لو كان بقربه ماء وخاف لو قصده على نفسه من سبع أو عدو أو على ماله، بناء على أن هذا من العذر الحسي كما صرحت به عبارة الخطيب وغيره، وبعضهم جعله من العذر الشرعي. طب وهل ده هيترتب عليه خلاف إن أنا أعتبر ده عذر حسي ولا عذر شرعي؟ هيترتب عليه خلاف، لأن لو كان عذر شرعي يبقى ليس علي الإعادة، ولو كان عذر حسي يبقى تيمم وأصلي وعلي الإعادة، فهم؟ أو يجي الخلاف فهل علي الإعادة ولا لا؟ لكن لو كان العذر الشرعي ليس علي الإعادة بلا خلاف، ولو كان العذر حسي يبقى علي الإعادة وعدم الإعادة بالخلاف. في ناس تقول لك ما تعيدش وناس تقول لك عيد، يبقى هيترتب عليها خلاف. فهمت بقى المسألة؟ عشان كده يبتدوا يميزوا، عايزين يميز الفقيه بين العذر الشرعي اللي هو معتبر في الشرع والعذر الحسي اللي هو لما يبقى المية موجودة لكن أنا مش قادر أجيبها. المية موجودة في البير بس البير عميق قوي ومعيش حبل ولا جردل ولا أعرف أنزل أجيبها، شايفها لكن مش طايلها، خدت بالك؟ هو ده برضو فقد حسي، فهنا في الحالة دي هيتيمم ويصلي، فقد حسي، فهمت ازاي؟ ويصلي لكن عليه ايه؟ عليه الإعادة. وفي قول تاني يقول لك معلوش الإعادة، لكن لما يبقى فقد شرعي يعني لم يجد الماء أصلا، ده الفقد الشرعي، يبقى ليس عليه الإعادة، يتيمم ويصلي وليس عليه الإعادة، خدت بالك؟ ما هو ساعات يسموه حكما، حكما بقى لما يبقى إيه؟ ما هو الحكم اللي هو زي الحسي، اللي هو يكون في مرض بيحول، يعني المية قدامي لكن عندي مرض في جلدي، ما أقدرش أستعمل المية، واخد بالك؟ يبقى ده برضه فقد إيه؟ يعني حكمي أو حسي. علشان الآية بتقول فإن لم تجدوا ماء، ما جابتش سيرة بقى الفقد التاني اللي هو النوع التاني اللي هو قد يترتب عليه مرض، واخد بالك؟ زي من استعمال الماء، فلو كان المرض ده دائم يبقى تتيمم ولا إعادة عليك، لو كان المرض ده بيزول ويخف يبقى تتيمم وتصلي وعليك الإعادة، فهمت ازاي؟ في المدينة ولا في الصحراء؟ لا طبعا تروح بيتها، ايه اللي جايبها عندنا دي؟ تروح طبعا. ها؟ ما احنا قلنا تحصيل شرط الصلاة اولى من مراعاة الوقت، هي ايه اللي خرجها اصلا لحد ما الوقت دي؟ تروح بيتها، يعني هي عارفة، اصل في المدينة دي فيها حكاية ان الواحد عارف التحرك بتاعه، فهمت ازاي؟ بيبقى دارس، عارف ان الظهر هيبدأ فاضل العيلة 3 ساعات وهروح المشوار الفلاني والعلاني وبتاع وانا بيتي هنا، فليه انا ازنق نفسي بقى؟ فهم؟ ترتب بقى نفسها، عايزة تروح المشوار ده تروح في ايام الحيض عشان ما يجيش يزنقها وقت الصلاة وتقول اتيمم، لان لو اتيممت عليها الاعادة، خدت بالك ازاي؟ لو اتيممت عليها الاعادة مش هينفع الصلاة بتاعتها كده. لا عندنا لا، ما متيقنة من وجود الماء حواليها، خدت بالك؟ ما يجوز ليها انها تتيمم حتى لو خرج الوقت ده في المدينة، ده احنا بنقول ان لو كان في حد القرب او حد الغوث يبقى فيها تفاصيل، فما بالك دي متأكدة بقى، واخد بالك؟ فما ينفعش. في مشايخ افتوا بتتيمم في الصورة دي يعني؟ بس المشايخ كتير قوي كل الناس بتفتي الوقت، لا صعبة.
كما صرحت به عبارة الخطيب وغيره، وبعضهم جعله من العذر الشرعي، ويترتب على ذلك أنه على الأول اللي هو العذر الحسي يفصل أو يفصل في وجوب الإعادة بين كون المحل يغلو فيه الوجود أو لا، بخلافه على الثاني ما فيهوش التفصيل. وهذا أعم من قول وجود العذر بسفر أو مرض لتقييده فيه بالسفر أو المرض، وإطلاقي في هذا فهو يغني عن المتقدم، لكن من قواعدهم أنه لا يعترض بإغناء المتأخر عن المتقدم. يعني بيقول لك وقايل في الأول بعذر من سفر أو مرض، طب ما هو ده نفس الحكاية في هنا، يعني كأن الشرط الرابع ده تقدم في عذر، فبيقول لك لا ما يعترضش. ليه؟ لأنه ممكن يكون المتقدم كان فيه عموم والمتأخر فيه نوع خصوص، فهو عايز يأكد لك بمعنى آخر، وإن كان هو يندرج تحته تحت عموم الإيه المعنى. وعشان كده في علماء كتير قال لك ان شروط التيمم يعني اقل من الخمسة جمعها، وفي بعضهم فردها وخلها لك 11 و 12 وبعضهم خلها 6 وهكذا، على حسب بقى كل عذر ساعات يقسمه او يجمعه اذا كانوا مشتبه. اي الماء تفسير للضمير لما بيقول تعذر استعماله أي الماء، الهاء هنا الضمير دي استعماله، فبيقول أي الماء بيفسر الهاء هنا الضمير ده. تفسير للضمير بأن يخاف من استعمال الماء على ذهاب نفس أو منفعة، تصوير للتعذر، فالباء للتصوير، ويحتمل أنها للسببية والمعنى عليه بسبب خوفه، ويعتبر في الخوف قول طبيب عدل في الرواية، ويعمل يعني خايف على استعمالي على منفعة عضو. طب هو يكتفي بخبرة نفسه ولا بقول الطبيب؟ في رأي عندنا انه قول الطبيب ولا يكتفي بخبرة نفسه، والراجح انه يكتفي بخبرة نفسه كمان. لكن لو كان طبيب لازم يشترط في الطبيب ان يكون عدل في الرواية، عدل العدالة الرواية، يعني يكون عنده ديانة، عنده ديانة وعنده فهم في مهنته بالتجربة، فيقول له المرض ده يضر الماء، ويعمل بمعرفته، بمعرفة الطبيب لا بتجربته على المعتمد. ولا يعمل بمعرفته يعني مجربه في نفسه فعرف، لكن ما يجربش وهو ما يعرفش، لو ما يعرفش يسأل. لكن افرض هو عملها قبل كده وعرف انه بينضر، فيعمل بمعرفته، مش شرط يروح ياخد للطبيب. على ذهاب نفس او منفعة عضو بان يخاف على نفسه الهلاك او على منفعة عضوه التلف، ويدخل في العذر، الانسب بلفظ المتن ان يقول ويدخل في التعذر، وقد علمت شموله للشرع والحسي، ففي كلام المحشي تأمل، ويدخل فيه ايضا ما لو وجد خابية مسبلة للشرب مثلا، فلا يجوز له الوضوء منها كما في الزوائد، بل يتيمم، وهذا من العذر الشرعي. انا ماشي في الصحراء لقيت مية، بس المية محوطينها وعاملين عليها ظليلة كده وكاتبين عليها ماء مسبل للشرب، يبقى ده للشرب، وده مكان المية قليلة فيه، يبقى في الحالة دي كأني ما لقيتش مية، ما ينفعش اتوضى بيها لان دي مسبل للشرب في مكان المية فيه قليلة، يبقى في الحالة دي اتيمم، ويبقى ده عذر شرعي. فهمت ازاي؟ مش عذر حسي بقى، لان المية دي للشرب، للانتفاع بها للشرب، والشرب اولى، لان العطش لا بديل له الا ان يرتوي بالماء، ولكن الوضوء له بديل وهو التيمم، مش كده برضو؟ فحاجة ملهاش بديل يقول لك خلاص خليها للحاجة اللي ملهاش بديل، وهي انك انت تبقي على 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 روحك وعلى روح الناس اللي ماشيين في المكان. يأثم ووضوءه صحيح، يأثم ووضوءه صحيح. ما لو كان بقربه ماء، يعني بيقول ويدخل في العذر ما لو كان بقربه ماء وخاف لو قصده على نفسه من سبع صادق، بما لو كان في حد الغوث اللي هو على بعد 200 متر اللي قلناهم، او في حد القرب اللي هو على بعد كيلو، بخلاف حد البعد اللي هو على ايه بعد اكتر من كيلو بقى. لانه لا يجب عليه الذهاب اليه حينئذ ولو مع الامن، وخاف لو قصده
على نفسه، وكذا لو خاف انقطاعا عن رفقة. افرض مش خايف على نفسه، لكن لو وصل له هيتوه من رفقته، ما يعرفش يرجع لهم تاني، يبقى وهو لو تاه هيضيع في الصحراء، يبقى خلاص. ومثل نفسه نفس غيره برضه، يعني لو بعت الخادم بتاعه يمكن الخادم يتوه ما يعرفش يرجع. ها؟ على مين؟ هو مغلبه؟ لا ما هو لو كان مغلبه مالي. لكن هو ايه، طالما خايف على نفسه او نفس غيره، وعضوه او عضو غيره برضه، عارف ان الميه في البير دي في حيه، لو مد ايده هتقرصه، مش يقول للخادم بقى مد ايدك انت، علشان ما هو ايد الخادم بقى مش ايده، لا، يبقى عضو او عضو غيره كله برضه حرام. ما احنا قلنا هنا لو كان خايف على نفسه يبقى ده عضو، ده عذر شرعي، عذر شرعي. لكن لو كان المية غائرة خالص مش طايلها، يبقى هنا يبقى هيتوضى هيتيمم ويصلي ويعيد. المرض من العذر الحسي ولا الشرعي؟ من العذر الحسي، من العذر الحسي، واخد بالك؟ اذا كان المرض ده ما يعرفش انه يضر ولا ما يضروش، فاحتطوا راح متيمم، نقول له عيد. لكن لو كان متأكد انه يضره يبقى ده عذر شرعي، واخد بالك؟ برواية طبيب عدل. يعني افرض هو في حتة عنده مرض، وفي حتة لا فيها طبيب ولا ليه سابق تجربة، وخايف يجرب يستعمل، فإذا تيمم في الحالة دي على الإعادة، لأنه هو تيمم وهو مش متأكد إن المية تضره أو لأ، لا بمعرفة نفسي ولا بروايته، فبتختلف الحالة على حسب كل. أو على ماله، أي غير ماله الذي يجب بذله في ماء الطهارة. لكن افرض إن هو لو راح يجيب المية دي، شوية المية اللي المال اللي معاه اللي هو ممكن يبقوا تمن المية اللي هيجيبها هي اللي هتضيع، يبقى مش مشكلة ما خسرش حاجة. إن كان يحصله بلا عوض وخرج بماله مال غيره الذي لا يلزمه الذب عنه، لكن افرض مال غيره وهو مش مسؤول عنه، يبقى خلاص يروح يجيب المية، وأنا مش مسؤول إن أنا أحفظ مال غيري إلا لو كان مؤتمني، لكن مش مؤتمني، كل واحد مسؤول عن مال نفسه، يبقى أنا أروح أجيب ميتي. ايوه ده مال ابنه او رفقته، ده يعتبر تبعه، لكن هنا مال غيره انا ما اعرفهوش، غيري لا هو من رفقتي ولا ممن يجب النفقه عليه، فاهم؟ يبقى ما يجبش ان انا اذب عنه. انت راكب القطر والقطر ده فيه 1000 راكب، انت مسؤول انك انت تحفظ لل 1000 راكب كل واحد ماله؟ لكن اما تبقى راكب القطر ومعاك 5 6 اصحابك، مسؤول عن 5 6 اصحابك بس، مش كده برضه؟ بس فادي المعنى. فإنه لا يشترط الأمن عليه، ولا يشترط أيضا الأمن على الاختصاص كما تقدم. ليه؟ لأن المية خلاص قدامه موجودة، هروح أنا أجيب المية هيضيع المكان الاستراحة بتاعي اللي أنا متعود أقعد فيه تحت الشجرة، ما يجراش حاجة يا أخي، بقعد في حتة تانية، مش شرط، لأن وجود المية قدامك والصلاة مطلوب، مش تقول بقى أنا هيضيع مني المكان الحلو اللي أنا هقعد فيه في البحر كده والطراوة، لا بقى خلاص مش مشكلة يعني. ويوجد في بعض النسخ وعلى هذا البعض شرح الخطيب وجعل هذه الزيادة وهي قول وإعوازه بعد الطلب الشيء الخامس، وجعل قول والتراب إلى آخره الشيء السادس، ولذلك قال عند قول المصنف وشرائط التيمم 5 أشياء والمعدود في كلامه 6 كما ستعرفه، والأظهر عدم جعله شيئا مستقلا، لإعوازه بعد الطلب دي ما تعملهاش رقم لوحده، دي اعتبرها تعذر استعماله برضه، لأنه من جملة التعذر الشرعي، فتكون الأشياء 5 فقط كما يشير إليه قول الشارح في هذا الشرط أي الرابع وهو تعذر استعماله، زيادة بالتنوين، وقوله بعد تعذر استعمالي أي بعد قول المصنف وتعذر استعمالي، وهي أي تلك الزيادة قوله وإعوازه بعد الطلب أي احتياجه بعد طلبه لعطش حيوان محترم، لعطش حيوان محترم، وهو ما لا يباح قتله،
ما لا يباح قتله. الحيوان المحترم هو ما لا يباح قتله، كشربه أو شرب دابته ولو كانت حاجته لذلك في المستقبل، ولو كانت حاجته كمان في المستقبل، يعني مش عطشان قوي دلوقتي لكن عارف انه هيعطش، والحيوان بتاعه مش عطشان قوي دلوقتي لكن عارف انه هيعطش بعد شويه، فيبقى يشيله بقى، خدت بالك، ويتيمم صونا للروح عن التلف، فيتيمم مع وجوده ويحرم التطهير به ان ظن محتاجا اليه في القافله. طب افرض في القافله كلها هو ظن ان في حد هيحتاجه لكن هو مش هيحتاجه، يبقى في الحاله دي برضه يحرم استعماله، يشيله. وان كبرت كالحجاج، ولو كانت قافله زي قافله الحجاج بتبقى عدد كبير، فمن الجهل كونهم يتوضؤون بالماء مع ان ركب الحاج لا يخلو عن محتاج اليه، ولا يكلف الطهر به ثم جمعه وشربه، ولا يكلف. نقول له طيب بقول لك ايه، ما تتوضى واجمعه في اناء كده وابقى اشربه، حاجه تقرف، ما نكلفوش بكده لان هيقرف كده برضه. لكن افرض هو عايزه لدبته، الدبه مش هتقرف، ممكن انا اتوضى بيه واجمعه كده في جرد الودي للدبه تشربه، مش كده برضه؟ لكن ما ينفعش انا المه من ايديا وايدين غيري ويتمضمض ويتف فيه وانا نلمه نقعد نشربه، حاجه تقرف. لكن الدبه هتنبسط تشربه وتنبسط، مفيش مشكله. ولا يكلف الطهر به ثم جمعه وشربه لغير دابة، لأنه مستقدر عادة، أما لها يعني للدابة فيكلف ذلك. فلو كان للدابة بقى نقول له لا لمه بقى، اتوضى ولمه. وللعطشان أخذ الماء من مالكه قهرا، ده حكم تاني بقى، أنا جبت المية ومش محتاجها وقاعد هتوضى وفرحان بيه في مكان ما فيش مية، ده راجل عطشان ميت من العطش، يقول لي اديني الميه دي اشربها، قلت له لا انا هتوضى، انا مش مسؤول يا اخي، الميه هناك ايه على بعد 200 متر يا اخي، روح حتى. يقوم ايه، له ان ياخذه منك قهرا، لانه يمكن ما عندوش طاقه من كتر شده عطشه انه يروح ل 200 متر يجيب، فله ان ياخذه منك قهرا، من حقه شرع. شوف قد ايه، ليه؟ لشده احتياجي اليه. وللعطشان أخذ الماء من مالكه قهرا عليه ببدله إن لم يبذله، يعني ياخده بالعافية ويديله ثمنه، مش عايز ياخد ثمنه ويرمي له ثمنه ويروح على الأرض كده تنه ماشي ولا يأس، خدت بالك؟ لأن ده أمر مهم في حياة ندالة، تعمل إيه؟ واحد ندل شايف واحد ما يمكن العطش يقول له لا هتوضى، حاجة ندالة برضه صح، والإسلام ما يحبش الندالة. ها؟ هيعمل ايه؟ ما هو من العطش هيقطعه، هيخاف يقول لك ده عطشان ده هيخربشني. وهي الحاجات دي كلها ما توقفش فيها لو كنت فقيه، بتحصل من غير الفقهاء، لو واحد فقيه ما فاهم على طول هيديله الميه وهياخد ثواب ويدخل الجنه، يا ده انت لما تسقي ده من افضل الصدقات سقيا الماء، يا على سقيا الماء ده، لو سقيا الماء يقول لك اللي يسقي انسان ماء في مكان عطشان في مكان يوجد فيه الماء ياخد ثواب عتق رقبه، ياخد ثواب عتق رقبه، يعني الميه موجوده اهي وانا لقيتك عطشان ورحت جبت لك كوبايه والميه قدامك اخد ثواب عتق رقبه. طب ولو سقيته الميه في مكان لا يوجد فيه الماء كأنما أحياها، ده حديث كده، كأنما أحياها، ياخد ثواب إنه أحيا نفس، دي أحيا نفس دي ثواب عند الله، إيه ده؟ كأنه أعتق نفسه من النار كلها. فإلا سقيا الماء، دي حاجة جميلة من الصدقات المعروفة، يعني تمشي في فين؟ في الآخرة تخليك صاروخ. وعشان كده على مر العصور المسلمين يحبوا يعملوا سبيل ميه ويعملوا طرمبه ميه ليه؟ لان توارثوا هذا المعنى من ايه؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. سقيا الماء دي حاجه مهمه جدا. في كل كبد رتبه اجر، بغي بني اسرائيل دخلت الجنه في كلب سقته. مش كده؟ الحديث معروفه كتير.
شوف بقى الامريكان يعذبوا المساجين المسلمين ويعطشوهم ويجيب الميه كبها قدامه كده ويقول لك احنا بتوع حقوق الانسان حيوانات، وهم يقول لك حقوق الانسان. فنسال الله السلام، المسلمين ما يعملوش كده. والله من عندنا ولا احنا اللي اتعلمناها منهم؟ ربنا يستر يا سيدي. لا هم كانوا بيبعتوا ناس هنا في التعذيب ياخدوا كورسات بره عندهم بيتعلموا من الكفره بره. يعني هم بيتعلموا من الكفره تعذيب المسلمين. وللعطشان اخذ الماء من مالكه قهرا عليه ببدله ان لم يبذله. والعطش المبيح للتيمم يعتبر فيه قول الطبيب العدل. وله ان يعمل بمعرفته كما مر. انا عطشان، يقول لا انت مش عطشان. الله، انا اضرب نفسي انا عطشان. يقول لا انت مش عطشان، اثبت لي. الله، اثبت لك هقول لك ايه يعني؟ والله عطشان. يقول له لا انت، كل الناس بتحلف كده دلوقتي. ما ينفعش، صدقه واخلص اديله. وخرج بالمحترم، لما بيقول لك ايه سقيا حيوان محترم، كلمة محترم دي خرجت مين؟ خرجت الحربي. الحربي يعني احنا في حرب والقتال مش على شدته، والمية يدوب على قدر سقيا اللي هم المسلمين. اروح انشئ بقى العدو عشان يرتوي يجي يقتلني؟ يبقى الحربي لا، لان ده عدو. لكن المعاهد والذمي يتسقي لانه محترم برضه. والمرتد ما ينفعش، لانه المرتد حكمه القتل، فدمه مباح. فلو سبته عطشان خلاص، ما هو اصلا حكم الشرع ميت ميت هدر. وتارك الصلاه بعد امر الامام فلا يتيمم لاحتياجه. وتارك الصلاه برضه بالرغم ان الامام امره صلي برضه، لا مش عايز يصلي. فده يعني على وش الكفر لو تركها استحلالا كافر بالاجماع، وتركها تكاسلا كافر بالخلاف. ففيها امر مش سهل. فلا يتيمم لاحتياجه بل يتوضا بالماء ولو ادى الى هلاكه، ولو احتاج الى الماء لبل كعك ونحوه. هو الراجل خلص دروسه وجايب اكل معاه في السفر بيبله علشان يعرف يتغذى بيه، فيدوب عنده الميه دي على قد ما يبل الاكل بتاعه عشان يعرف يبلعه، فما يروحش يتوضى بيها، هياكل يعيش ازاي؟ ولو احتاج الى الماء لبل كعك ونحوه فان لم يمكن تناوله الا ببله تيمم لاحتياجه. لاحتياجه للماء في ذلك، عشان لازم يسقي الاكل بتاعه في الميه عشان يعرف ياكل. والا طب افرض يقدر ياكله، بس ياكله يعني بس ما يبقاش سعيد قوي، لكن بياكل. نقول له لا تتوضى بقى، مش شرط يعني تاكله بمزاج يعني، لان انت هنا في ضروره. والا امتنع عليه التيمم، يعني لو كان غير محتاج له يمتنع عليه التيمم، يبقى يتوضى. ومثل احتياجي للماء احتياجي لثمنه في مؤنه، في مؤنه ممونه من نفسي وعيال. افرض معاه عيال كتير، ولو راح يجيب لهم ميه كل ما يتوضوا هيصرف اللي وراه واللي قدامه، عياله كتير. فهو محتاج المال ده للنفقة عليهم، يبقى خلص يتيمموا، لأنه هيضيع عمليته كلها في شوية مية والوضوء ورا الوضوء ورا الوضوء، لنفسه في يوم واحد صرف له مبلغ ضخم. وهذا كله من التعذر الشرعي كما مر. يبقى في الحالات اللي فاتت دي، الأمثلة دي كلها يعتبرها إن لو تيممت ليس عليك الإعادة. واضح؟ والخامس، أي من الأشياء الخمسة، التراب. نقف عنده إن شاء الله ونكمل يوم السبت القادم إن شاء الله تعالى. التيمم ده شعرنا فيه الصبر جميل، لأنه باب مهم وتفاصيله كتيرة، فإحنا مش عايزين يعني نكلفته كده، نمشي بالراحة كده عشان نتعلم القصة بتاعته إيه. ليه؟ لأن أنتوا جيل يمكن يحصل جهاد في سبيل الله وحروب، والناس تطلع واخد بالك تجاهد في سبيل الله، فتتعرض لمواقف كثيرة متعرضة للتيمم، فازاي يتيمم وازاي يعمل. فمش نقول بس عايزين نجاهد واحنا ما نعرفش نواقض الوضوء وازاي نتيمم، فنتعلم الحكايه دي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، وجزاكم الله خيرا.